عاد المهبي بالمنظمة تاع الحامات، عاطوا هي تنظيم مجلة الحامات مجلة دينا بالحامات. احنا كإدارة إدارة الشؤون الثقافية بالحامات نسعوا على انه ندعموا الانشطه مختلفه الانشطه الثقافيه اللي تكون في بلاد الحامات في مدينه الحامات ونحاولوا ندعموها ونصروا انها تنجح. من ضمنها مهرجان مدينه بحامات في الدور نتاعو الرابع اللي هو في البدايه نتاعو كان مبادره من اداره بلاد الحامات لتنشيط الحياه الثقافيه في فتره شهر رمضان باعتبار انه الحامات الخاصيه نتاعها في شهر رمضان تصير نوع من الركود الثقافي. على ذلك احنا بدرنا بها في فتره نائب الخصوصيه وتواصلت منذ سنه 2016 ورحنا اليوم في الدوره الرابعه اللي ان شاء الله مش تكون في 2019 وان شاء الله نتمنى ان يتواصل ويتطور المهرجان هذا. المشاريع الكبيره انه نحاول نطور المهرجان المدينه في صيغه اخرى جديده باعتبار وجود مجلس مدني منتخب ومع تصور ان الشان الثقافي في المنطقه البلديه يكون ان شاء الله خير وان ندعم مختلف المهرجانات ذات الصبغه الثقافيه باعتبار انه احنا داعمين وحاضنين لمختلف المجتمع مختلف مكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطه والجمعيات الثقافيه الناشطه في المنطقه البلديه. التصور نتاع بلدية الحامات خاصة في مجال الثقافة هي إرساء وتركيز مشروع دار ثقافة وخاصة إنشاء مسرح بلدي يليق بمدينة الحامات تحت تظل مختلفة الظاهرة الثقافية خاصة في الفترة الشتوية باعتبار الفترة الصيفية فما إمكانية باش نقوم بمناها أنشطة ثقافية في الفضاءات الخارجية لكن فترة الشتاء لابد من أن يكون فما فضاء مهيأ وخاص للأنشطة الثقافية سواء معناها الغنائية أو حتى المسرحية لأنه عندنا إشكال كبير في مدينة الحامات ما عندناش برشا معناها مسرحية تتعرض في مدينة الحامات ما عدا في الفترة الصيفية فقط. الأنشطة الثقافية هي كما تعرف مدينة الحامات هي تحضن العديد من الأنشطة الثقافية خاصة في الفترة الصيفية باعتبار وجود معناها المسرح الدولي بالحامات اللي هو معناها عنده فترة المهرجان الصيفي في الحامات لكن ديما الإشكال نتاع مدينة الحامات هو الفترة الشتوية وعلى ذلك احنا ساعين كبلدية الحامات لدعم وتطوير الأنشطة الثقافية في الفترة الشتوية في الفترة معناها اللي بعد الموسم الصيفي. الموسم الصيفي مدينة الحامات تسخر بالعديد والعديد من الأنشطة الثقافية لكن نعاود ديما في الفترة الشتوية فما نقص لاحظناه واحنا كبلدية وكإدارة الشؤون الثقافية بالبلدية ساعين لأنه نعملوا نخلقوا نوع من الديناميكية الثقافية في الفترة هذه.